اما كاين لا منتخب الاول سمو راضي راه ما كاين لا منتخب الاول اربعة الماتشات ومشينا حتى لروسيا وما كاين والو هيد فيش خاوي ما عندهم لا لعبه لا والو انا هيد فيش الخاوي ما كاين لا منتخب الاول تعاوش قاعد تقول لي تعاوش قاعد تقول لي واحد تفرج اول حاجه يعني هذا ماتش ودي وما خصناش نديرو بحال هكا يعني ماتش عادي منتخب باقي له المدرب جديد وباقي كيكتشف مواهب جداد يعني مقابله مزيانه رغم ان ليكيب ما مستجماش بعضياتها بقى شويه الخدمه وبتوفيق لهم ان شاء الله. شونجمون صراحه ان اللاعب 24 رقم 24 ما كانش كيستحق المكانه ديالو اليوم لانه ما كانش جاهز لا بدنيا لا فيزيكمون دونك كان ضروري خاصو يدخل حكيمي اللي اكثر منه عنده خبره اكثر منه. لا الاداء عيان بزاف وكنتمناو ان المنتخب الوطني يتحسن المره الجايه ان شاء الله. كارثه اليوم شفنا ماشي منتخب الصراحه. خص الامور تولي تعاود ان شاء الله. ايوا المقابله كانت متوسطه ما كناش كنا نتمناو يكون ما احسن من هذا الشيء اللي شفناه اليوم ولكن المره اخرى ان شاء الله المره الجايه في الماتش الكابون ان شاء الله نشوفوا ما احسن من هذا الماتش ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.